بلاوي محمد الاسم تاعو تحت بلاوي محمد، المكنى الزرقاوي ابو عبيده تاريخ زياد 9 مارس 1981 تحت انا تحت المزرانه تدربت زدت سات مواحد واحد زياره شفت الاب والام والاخر منك دخلت جونفي 2009 نشطنا شويه في مزرانه اتخذ واحد ربع شهر خمسه قعدنا جيت رحنا جيت عزازكا واحد العام عام ونص بعد اسي في الحمام ودخلنا الاكفادو وبدنا نشطو اكفادو عزازكا زفون من هناك خدمنا خدمنا شي اعمال هكذا كي كيما تاع تاع جينيرال هذاك خدمو دارو كان كان تمشيط تمشيط في بون عمال كان بون 700 جماعه طالهم امر قالوا لهم رانا مزيرين علينا محاصرين ضغطت علينا قالوا مشيو تخدمو كش خدمه باش نحيو الضغوطات جا هذا اسمو كان انا دربت في ميزانا الاولى 2008 وزدت دربت عند شيف خرباش اسمو ابو اسامه كان عسكري في جيجل هنا دربنا دزيام التدريب الثاني هو كان مستشار عسكري قال نخدمو باش بو مصاب في كل حصار عليه خدم جينا هذا بوز خروف هذا كانوا يجيو ترصدو هما راحو شافو التشكيل عيطوا لنا قالوا تعاونونا هكذا انا حطوني في الاسناد كنت بالخماسيه هذاك الوقت كاينه بيكا قدامنا وكاين مود الخير تاعو كاين جوج الشاشات الاخرين فتحوا التشكيل عنده 3 فوج 3 افواج كاين صحاب يضربوا السكانه يسند باش ما يدخلش باش ما يدخلوش العسكر داروا هاون وداروا بيكا ورشاشات وضربوا الحاجز باش ما يتحرك حتى حاجه وحنا كاينه كايطه هذيك 3 كيلو شويه بعيده مول تيرا غير تخريطه غير البيكا اللي تيرات وبعد خدموا غير مور اسمه خزازن ونسحبوا سحبنا ملي مورا زدنا خدمنا كاين عبد الناصر شيخ عسكون حنا نقولوا شيخ عبد الناصر خدمت تاع عزازكا كي تحب تشكيل وسحب الاسناد وكي يسحب يفتحوا الطريق باش العسكري يدخل ما يلحقش بالخاوه انا كنت لا اسم كيما نقولوا صحيح شويه قالوا ما اسمو عبيده يخدم معكم في الدوشكا باش ما ضيعناش الدوشكا المصاد 52 كيلو راحوا يترصدوا باش يشوفوا كيما يقولوا الخدمه تاعهم كي ولا لحق الحسيسن هذا قالوا حنا كي لحقنا تقربنا بزاف قربنا 500 ل 700 قالوا الدوش كانت هي كي تخدم تيريش على العسكر كي تيري العسكر تقيسنا قالوا تيريها في السماء قالوا خلع على العسكر وانسحب هذاك الوقت حسيسن هذايا خدم وسيله معصوره تاعها وخدمنا على الرجيل تاعها تي جي 43 طلقه حتى 50 طلقه وانسحبنا باش نخبيو الدوشكا وما تحبش وما جا الطياره ولا اخر ولينا حبسنا باش نتحركوا حتى في الليل السبع باش قبل الفجر باش تحركنا وراها 2010 قلت عبد الناصر ابو محمد كي قلت خاصو الاعمال ما كان والو ودخلنا للشرق من هنايا 2013 ديسمبر تقال انا مع ابو مصعب تما هو الحفوج الاول دخل 2012 حنا 2013 لحقنا 2014 سوق الثنين ودخلنا للقروشيه الحياه اسمو الساريه الاولى جيجل وبعد ما بدينا نمشيو بالعقل نمشيو حقنا حتى العنابه ولحقوا البيسي ما زادوش البيسي راحوا راحوا الباتنا ومن باتنا دخلوا تبسة انا كنت مريض ما حبيتش ما قدرتش نروح معاهم هاو توليت كي خاو راحوا تونس لحقنا من العنابه منك دخلوا لتونس حنا ولينا لجيجل جيت ميليا بو العظام وقدرنا نشطوا العنصر بو العظام شويه حسب من 2014 هاد 7 سنين حتى 2022 حتى الان هكذايا كمان نشطوا هكذا نروحوا نعاونوهم شويه منا وبعد موراها بدات تمشيطات بدات تزير الحاله تزير ماؤنا ناقصه شويه ماؤنا حنا عندنا من ذاك نحبطوا نصيدوا هكذا حوايج تاع شغل واد بدات تصيد تجيب الماؤنا بعد موراها بدات تزير الحاله تزير الحاله دير نقصوا حدا 15 فرد كاين لي اوسي كاين 17 ولا 18 كاين لي اوسي منهم في تمشيطات الحصار كاين وين يسوقوا بالحصار منا دخلنا لجيت الدوار باش نجيبوا الماؤنا قعدنا دو جور ومن بعد كملنا في اللي رحنا كان اسمو لقينا العسكر كامل فقنا له في التحرك تاعو عاودنا ولينا تما فقنا قبل ما ندخلو ومن بعد كتبنا شويه ماؤنا في جهه جبنا شويه هذوك واش قعدت تما الماؤنا الكبيره كاع كانت الفوق منك جينا كنا في 15 الاخرين اسيرو قبل منا كيتحصرو قتيلو ثلاثة هادو من بعد حنا نقسمو واحد كان مريض قال لك ما نقدرش نصبروا عليا باش نخرجوا من النقطه نخرجوا كيف كيف تسمى خافوا حنا نخرجوا نطيحوا في العسكر ويجبدوهم شغل باش ما حتى مشكله كي شفناها مريض قلنا له نقعدوا معاه ماشي مشكل غدوه من ذاك اليوم الخميس بالجمعه
قلنا نخرج الصباح. الصباح سمعنا الخبيط، سمعنا الهضره، كنا نخرجوا من تحت. جيت الدوار، جيت الويكند ديار، لقينا العسكر بزاف، لقينا الحاله بوكليه. حنايا حنا قبضنا الساعه، قبضنا واحد الحجر روشي كبير، قلنا كش ما يجي البير ولا موشات ما تصناش حاجه كبيره. حنا طلعنا الصباح ما كاينش حركه، ما كاينش القسمه كوالو. غدوا من ذاك الصباح رقدنا زين، الصباح نظنا حراسه كاع الحركه هي الحركه عاديه. جي 8 تاع الصباح، 8 حتى 8 ونص، لقينا الحركه تاع العسكر غير عاديه، كاين بالجهه تاع بالجهاز بالافواج فلان هكذا الارقام. قالوا جوج مع بير روشي، قالوا مشطها مليح. حنا مشط، حنا بنحي مشط لاكوش، هما مشطها كامله كيما يقولوا سنسلة، ما كاش كيما يقولوا ماكش مين يجي يطيح يطيح فيك. حنا شفنا العسكر جا، ما حباش نسحبوا، واحد كيقول نسحبوا، قلنا بلا ما نسحبوا، قلنا خلوهم يجوزوا. حنايا رانا شو لقينا ما كنا كذا ساتر شغل ماشي ضيقه مليح شويه، كاين خويا قال لك نسحبوا. الامن قال ما نسحبوش، قال خبوا الحقائب معكم باش ما يشوفوهمش، فتحوا التشكي تاعكم. هو كيما قلت التشكي ماشي عسكري، التشكي حنا ماذا بينا هما يجوزوا بلي هما ما ضرب ما كوش رصاص. هما بداو يتيريو، فاقوا الاخر سحبنا هذاك تيره، اسمه العسكري تيره، سحبنا رد له. وهذوك ثلاثه وربعه كانوا من الجهه الثانيه، كاين مقطع رجلهم مبتور، كاين كبير شغل باش يسحبوا، ما يقدروش يسحبوا، كانوا في مكان حفره شغل ما عندهمش حاجه تاع. قال بدا الاشتباك، الاشتباك يتيروا الخاو، يتيروا ما يتيروا. وبعد زاد شويه قالوا حبس الرمي، الخاو قعدوا يتيروا. وبداك واحد هذوك الثلاثه اللي كانوا طرف ما يقدروش يسحبوا، وكيم جيت لا دروت كاين واحد كبير ما حبش، ما قدرش يسحب كامل. بدا الاشتباك زادوا حبسوا، حبسوا كاين خاو بداو يسحبوا بالعقل، باش يكون حتى كاين اللي يسحب قاسوه، كاين اللي ينجرح، وكاين اللي شغل اللي يسحب بالعقل. حنا سحبنا، خلينا الحقيبته معنا، كان شويه سميت شويه حاجه تاع في الجعبه، ما عندناش ماء، ولا كان شويه عسل افري عسل باك نص لتر هكذا. حبطنا سحبنا، حكمنا لاكوش تاعنا، لا دروت كاين عسكر بزاف، حنا بالعقل بالعقل لحقنا، قطعنا الواد، لقينا واحد الغار، حكمنا ذاك الغار لقيناه مليح برك ضيق. حنا كنا في ثمانيه، كنا في سبعه، واحد مجروح، وكان معنا واحد عمي عاصم ابو حيان مسكين شيخ كبير ما يقدرش، هكا كان مريض. حفرنا حفره هذيك، حفرها بالمطرق، ما عندنا والو يقعدو ما يعني كاش. حفرنا حتى الصبح حتى الفجر، مور جزينا خدمنا خبينا ذاك التراب، وهنا التراب هذا كامل. دخلنا في الغار، لقينا مليح لاباس كيما نقولو، قيسنا قيس ما تركوش تقعد قاعد. دخلنا الغار هذاك، الغار هذاك حجره، الطاقة عندنا زوج طاقات، طاقة من طاقة صغيرة موهنة شوية، دخلنا من تحت هذيك الكبيرة ودنا عندنا الحجر. حنا هنا ما عندناش، عندنا كاين اللي عنده شوية بسيسة، عنده نصيط العسل، كاين عنده إفرية طونطرو هذي، كاين عنده شوية هكذا شوية خبز يابس، شوية سكر، شوية قهوة. كيما نقولو الماكلة تاع تروا جور تتغدى وما تعشاش، إلا تعشيت ما تتغداش. وقعدنا فما، الصباح ما كان والو، عمرنا الماء الصباح كيما كا والو. دخلنا حنا للواد، عمرنا الماء، شربنا هكذا، عاودنا دخلنا، قعدنا مرات قعدنا دو جور ما خرجناش. ومن بعد عاودنا خرجنا زيك كل دو جور، ومن بعد كيولي العسكر قدامنا ونخرجوا كل كات جور، نعمروا بالك 50 تاع الاخر، وكل واحد يعمر القرعه تاعو. كنا نشربوا نص قرعه نص افريه، كيما نقولوا ثلث كاس ولا ربع كاس، والماء ولا ناكلوا ملعقه صغيره، مغرف السميد مخلط بالسكر، مغرفه لحظه كي اللي عنده كي ما عندوش. ومع الاخر قعدنا حتى ولد زير جازو العسكر قدامنا فوق منا، حنا داخل الحفره هذيك، زيد جازو على تروا فوا. ثم بعد حقت جي 12 يوم، ومن بعد حبسوا، من بعد نروحوا نخرجوا، بدا الماء ولد ينقص لنا، كيما عمي عاصم هذا موسى شغل بداو يتفابلوا، وقبل منها بست جور كان هذاك المجروح معنا، كان يخرج خرج خطره زوج عبال الماء، ما يحب ياكل والو، يشرب غير الماء. تقول له كل، يقول الامير قال له بالامر، قال له كل، قال ماهيش قادر ناكل. وبدا يضعف يضعف يضعف، حكي الحطوي جور مول المغرب كان يخدم مع عمي عاصم. حنا انا قاعدين هكذا نسمعوا، كنا في التليفون نسمعوا هكذا، حتى قالنا عمي عاصم قالنا مقدا توفى، قلنا له تاكد، حتى راح موسى تاكد منه قام توفي. قلنا حرنا حنا كيفاش ندفنوا، ندفنوا داخل كاز، ما تخاف يريحنا، تخاف حاجه ما يبانناش الضيق. تشاورنا بيناتات، فهمنا بلي نحفروا له حفره، المول داخل نخبيه الداخل. خلاص درنا حفره صغيره، حفرناها في الليل مور المغرب، حفرنا والعسكر ماشي بعيد علينا. قلنا نخرجوا، من بعد تشاورنا قلنا نزيدوا شويه العسكر مبوكلي، زدنا حنا نخرجوا من جهه، ما قدرناش نخرجوا، ضربنا 20 جور 22 جور ما قدرنا والو، وبدينا تفابلوا. نهار 27 زاد زيرت،
حتى نسمعو تمشي نسمعو للجراف البير يخدم. ومن بعد جا 27 حق راسي قدام لقى الحفره، لقى الحفره ماشي تعلمو فين تدخل من الحفره الصغيره، الحفره جبدها واش لقى، لقى باش قانيلو كحل كي لقى ريلو فقنا بلا في الماء. حنا راه قاعدين وقلنا دوك يبدا الرصاص دوك يضربوا قنبوله، هي جات السباك كيما قول عمي عاصد ابو حيان قديم هذا وكبير وكان قاضي وكان شرعي تسمع نقدروه ولا اخر. قال اسامه قال له انا راه غير استعسر خير، قال له ما تقدش وما تقدر تير رصاص، وقال له خليك شوك احنا نقولوا استعسار. قال لي عبيده قال لي كيفاش، قال لي عمي عاصد يقول نستعسر، قال لي كيف الا نقلبوها بالرصاص ولا نستعسر. قلت له عمي عاصد عنده الحق، ولدي كيما عمي عاصد. قلت له عمي عاصد مسكين كيف، قلت له انت تروح سالم خمر حب واحد يرمي قنابل ولا لاقيات ولا حاجه، قلت له حضوك انت على السكري تجرحو وتقضي شحال تحط الزوج ما عندكش فايده. قلت له حنت وانت الجول تاع معك يخرجوا قام ابليس واحد عينو معميه بالقناب واحد فمه مطايه واحد قلبه كرشو تروح مجروح ما تقدرش تجبدو. قلت له دير استعسر وخلاص. منها راح زقا بدا يزقي العسكر العسكر العسكر، قالوا حنا رانا هنايا خلاص كيفاش هكذا تزيرت كما كوالو تما خلاص الفابريين. قالوا خلاص قالوا ما كاينو القناطين الامان. قالوا شكون كنت، قالوا اسامه وبعد قالوا شكون، قالوا لي غاسي، قالوا لي حنا وكما تقولوا لي غاسي، قالوا لي غاسي، قالوا خلاص عرفتك. قالوا عبيده وين راه، تسمع لي انا عرفوني ما باش بلي يعرفوني. قال لي عبيده درسي وين راه، قالوا راهو معايا. قالوا زيد شكون، قالوا حذيفه وهكذا وهكذا. ومن بعد اسامه دوك شغل مخلوعين شويه شغل راك تعرف كيفاش يقول لك العسكر كيديروا علينا يغدرونا. قلت ما تخافوش، قلت من العسكر امور تاع عسكري قريبهم، هذا راهو مسلم ماشي راهو كيما يقولوا واحد كافر ما يعرفش. وصح حنا نحاربوه وحربناهم بصح مسلم ماشي انسان ما يراش من الحق كما يقولوا. قلت له يوريهم بلي الامان حاجه ماشي سهله. الروس هذا قالوا امن على ربي، قالوا عطيك الامان، قالوا خلاص دخل اسامه شغل تفرفش شويه. قالوا شحال راكم فرد، قالوا رانا في سبعه، قالوا ورشا شحال، قالوا ثمانيه، قالوا بصح صاحبك الثامن وين راه، شغل تدخلت شويه. بعد قال يهضر مع عبيد، قال قالوا له خلي عبيد يهضر معاه الامير، قالوا خلي عبيد يهضر معكم من باب الاولى تسمى باب الكبيرة وفين تدخلوا منها بركي كتموها واش طب. دخلت قلت قالوا وين راه الروس، قالوا مجيت تبع لعبيده خلاص. قالوا وين راه عبيده، قلت راني من الباب. قلت له نهضر معك واحد جوج هضرات ومن بعد ساعه. قلت له نحي حجره ما تنخرع. قلت الروس نهضر معك دقيقه. قلت الامان مدنا الامان، قال لي مديكم الامان. قلت له قال لي رشاش بعت رشاش، قلت له ماشي مشكل. قلت له كاين ثم رشاشات، قلت له واحد مدفون دوك نجيبو لك مدفون شكونو اسمو مقداد. قال لي نعرفو تما يعرفو ما تقريبا هذوك اللي كانوا حنا كنا في 15 اللي قتيلو كاين المأسورين عرفوهم واللي قعدوا باينين قعدوا ثمانيه. حنا عطينا سبع رشاشات حنا خزان حبيت النار سير خمس سمو سبع رشاشات الثامن قالوها وليك. قالوا حنا في سبعه الثامن راه متوفي راه متفوه كي نخرجو نعطوه لك. بعد خلاص حذيفه قدامي ما عنديش ما كاتب لي شويه السكر شويه قهوه خلاص لي بصح كيما يقولوا الخاوي الخاوي بدو لي ربي يحفظهم ربي. حذيفه قلت له انا باش نخرج قلت له انا عطيني العسل، هو كان عنده العسل حذيفه. قلت له عطيني العسل باش نتقوى باش كي نهدر والاخر والحجر، الحجر كاين بالك نقول لك واحد الحجره بالك توزن 30 كيلو وما كنت تقول له افتحها ما يقدرش يفتحها. قلت له نتقوى شويه، تقوينا خدمنا الحاله وجدنا كذا نحينا الجوع تاعنا حطينا خزاز نحيناهم نحينا بيت النار كل سلاح ثامن خلاص خرجت انا. الروس هذا يسمى كيشتونا مخلوع زياده حاجه اللي نخدمها نقولها له ما نحوسش نخدم تاع رابيد ونسلك راسي. المهم انا نحوس باش ما يتيريش عليه ونامن الخاوه والعسكر راه امنين ما نحوسش كيما نقولوا نتيريو. بديت نحي في الحجر قلت له روح نحي الحجر، كان التليفون تاعي تاع اسامه هذا باش نضوي كان ظلمه. بديت نحي في الحجر لقيت حجره كبيره في الوسط، قلت له روح نحي عليه سمع خبطه ولا يقول القنبوله ولا حاجه. قال لي عندك قنبوله في دختو ما عنديش قنبوله. قال لي شحال، حنا عندنا قنبوله وحده غرونادا نحل الساعق هذاك رماها له فرغها تسمى باش ما تطرطكش. نحيت الحجره قعدت الحجره الاخرانيه. قلت الروس قلت انا عبيده راح نفتح الباب. قلت ما تيري ما والو بالعقل راح نفتح الباب خرج يدي. قلت له هايك يدي. قال لي التليفون هذاك شو في يدك، هو يقول لك شبومبه تليفون. قلت له كشاف. قال لي رميها رميته. نحيت الحجره قلت له هاي يدي. زيد نحيت الحجره كبيره هذيك اسمو حجره كبيره ما قدرتش نجبدها تسمح لنا درناها بالعاني باش العصفي يخبطها برجوم كي قيسها ما تدخلش. انا عاود درت هكذا دخلت رجليه قلت له نخرج رجليه قلت له نطبع. قلت له باك نقيس كدنا طبعت هذا درجت الثانيه كيف كيف طروفه. قلت له طروفه قلت له باك نقيسك. قال لي خلاص غير رمي رميتها. قال لي خرج بيدك. قلت له ماشي واش يقول خرج بيدي تسمى يقول لك عنده ساعه عنده مسدس عندك شبيه هكذا. قلت له عندي والو. خرجت انا الاول خاوه مخرج. قلت له ما تخافوش قلت له انا ندبر راسي. خرج يدي اليسرى قلت له هاك السلاح ما عندي السلاح وما عنديش قنبوله. سخرش يدي ضيقه شويه خرجت هكذا على نسحب على ظهري خرج.
عندي زي كان عندي جي فوت واحد جي س جي سات واحد جي زوج جي سات. قال لي واش عندك؟ قلت له عنده لي عندي سماعات في كوتور نحيت الجو مازا جاكيطا نحيتها هكذا عطيتو التليفون حطيتو الثاني. كان عندي شويه هكذا امور هكذا بالتليفون ما عرفتهمش ماسك اسمه بريكي. قال لي علي نحيت الجو كنت لابس جاكيطا كحله نحيتها. قال لي نحي قميص عليك القميص الاول الثاني عم بالو عندك شي حزام ما كا والو زدت عليك الاخرى كلش تريكو قلت له تيكون نحي ماشي مشكل. قال لي سي بون. قلت له حوذي هذا تاع البراد وما تخرجش انت حتى تحت يهضر باش تخرج باش ما صح حتى غلطه وما خايف يقول لك يتيري. وبا تخرجت انا دخلت شويه هكذا ما قدرتش با تقعد قلت له نقعد قلت له ما قدرتش داروا لي ميوت في مو في دي في الاخر. قال لي نقعد على الجونو وبا طوني شويه ما شويه شي كولا شويه كفره تسمى تاع كيما يقولوا تاع الجعبات تاعهم تاع الفطور تاعهم تسمى كي شافونا مضرورين طاونا شويه ماكله اخرين وخرجوا بالواحد. خرج حذيفة قدامي وخرج الحاج وأسامة الأمير هذا. ومن بعد موسى ما عطاكش ما عطاكش يخرج قاعد يمرد حتى عاونو أسامة ولا آخر عاونو عمي عاصمة ما يقدرش يوقف كيف كيف تسمع ما عندهم ماكلة والو شغل التغريب خلاص. خرجنا بالعقل تهلاو فينا تعرف كيف شغل شوية ماكلة شوية هكذا استنينا شوية راحوا يجيبوا ذاك اللي دفناه مقداد حفروا له جابوا بلونكا. انا بديت نمشي شويه نمشي 40 متر 60 متر ونحبس ما نقدرش عاليه وزيد عيل عندك الحاج هذا حبس ولا كيف كيف 40 60 حبسه. موسى هذا خرجوه باش يمشي قالوا يمشي قال ما يقدرش يمشي ما الماكله ما يقدرش ياكل خلاص ما طاح. واحد اسمه عسكري رفدو في دارهم شابي عمي عصر حيدو في بلونكا بعد حطوا ولا جا شغل الطريق ضيقه. من بعد لحقنا الفوق كان وين كانوا القياده جو قياده ماك صورونا الحاله هذا السلاح جابوا لها كلش. ومن بعد جابوا لي ساندويتش فيه اللحم فيه البيض فيه الاخر جابوا لي جو الكازوز هكذا امور تاع قالوا واش تخصو حاجه عندك ماشي مشكل قالوا ما تخافوا ما والو ما كاين حتى حاجه دي راني ناد باكي طلعت بين نمشي معها كيما تشوفش حاجه كيما نقولوا ماشي ما تشوفها تحتك كيما في الجبل.